الصورة اللي حضرتك شايفها دي لفيلم نرويجي بيحكي قصة القبض على صدام حسين. الفيلم صحيح انتاج نرويجي والمخرج عراقي، لكن اللي بيميز الفيلم هنا هو ان اللي بيقوم ببطولته المواطن العراقي اللي خبى صدام حسين في مزرعته قبل ما يتقبض عليه. الراجل ده لاول مرة يتكلم ويحكي التفاصيل الحقيقية اللي حصل ليلة القبض على صدام حسين، تفاصيل لاول مرة تتحكي. اما الصورة اللي حضرتك شايفها دي فهي للمخبأ السري اللي استخبى فيه صدام حسين لمدة 238 يوم. وبالمناسبة المخبأ ده كان ملجأ مرتبط بالحرب الإيرانية، مش مجرد حفرة زي ما البعض حاول يسميه او يوصفه، وهشرح لك دلوقتي الفرق بين الملجأ والحفره وايه علاقته بحرب ايران. اما الصوره دي فهي للرئيس العراقي صدام حسين لحظه القبض عليه. الضابط الامريكي اللي مكتفه ومنيمه على الارض ده مش ضابط امريكي ولا حاجه، ده مواطن عراقي بيشتغل مترجم وكان بيكره صدام حسين جدا بسبب مشكله حصلت بينهم زمان، اضطر بعدها انه يهرب على السعوديه ومنها طلب اللجوء لامريكا، وهناك شغلوه مترجم للجيش الامريكي وخدوه معاهم في غزو العراق علشان يساعدهم في القبض على صدام حسين. المترجم العراقي ده اعتدى بالضرب على صدام حسين مجرد ما اتقبض عليه، ده غير انه كان اول واحد كلم صدام حسين وهو لسه جوه المخبأ حتى قبل ما يطلع منه. وبمجرد ما صدام حسين طلع من المخبأ المترجم العراقي ده اعتدى عليه بالضرب وشتمه بالفاظ خارجه. احكي لك قصته بالتفصيل كمان شويه، لكن مش ده اللي يهمنا دلوقتي. انا جاي النهارده احكي لك تفاصيل ال24 ساعه الاخيره اللي سبقت القبض على صدام حسين. مين الاربع اشخاص اللي كانوا يعرفوا مكانه، ومين فيهم اللي خانوا وسلموا للامريكان، وليه خانوا اذا كان من اقرب الناس ليه، واذا كانت المخابرات الامريكيه قدرت تتاكد انها قبضت على صدام حسين نفسه مش واحد من اشباه الرئيس اللي كان بيستعين بيهم وقتها. هي دي الاسئله المهمه، تعالى بقى نجاوب عليها. يوم 19 ابريل سنه 2003 الرئيس صدام حسين بلغ طاقم الحرس بتاعه انهم يتحركوا بيه على منطقه الدور بالقرب من تكريت. كان خلاص وقتها الجيش الامريكي دخل العاصمه العراقيه بغداد وتقريبا انتشر في كل انحاء العراق، وهنا الرئيس صدام حسين قرر انه يهرب على امن مكان ممكن يستخبى فيه ويدير منه المعارك اللي بتنفذها القوات الباقيه من الجيش العراقي. طيب اشمعنى منطقه الدور القريبه من تكريت هي اللي اختارها صدام حسين علشان يستخبى فيها؟ اقول لك لسببين صدام حسين هو بنفسه اللي قالهم للحرس بتاعه. اول سبب انها كانت المنطقه اللي بتسكنها قبيلته، قبيله بو ناصر، وبالتالي الناس اللي هناك هم اهله وعشيرته، يعني هيحموه بارواحهم ومستحيل واحد فيهم يخونه. اما السبب الثاني فهو انه قبل ما يروح للمزرعه دي كان مستخبي عند ناس تانيين في مناطق مختلفه من العراق، قضى عندهم فتره من الوقت وبعدها قرر انه يغير مكانه، راح منطقه تانية عند ناس المفروض انهم كانوا اصحابه وقت ما كان رئيس، لكنهم رفضوا استضافته خوفا من الجيش الامريكي، فركب عربيته مع رجالته وهو حرفيا مش عارف هيروح على فين. ده صدام حسين اللي بيحكي لعلاء نامق صاحب المزرعه اللي استخبى فيه. علاء نامق ده قعد قعده صفا كده مع صدام حسين وبيساله انت ليه اخترتنا احنا بالذات يا ريس؟ فقال له بعد ما اصحابي رفضوا استضافتي اتحركنا بالعربيه واحنا مش عارفين هنروح على فين. في الوقت ده غفلت في العربيه، نمت يعني، فجاني واحد في المنام وقال لي روح اطلب الحمايه من حجي نامق. فلما صحي وسال رجالته احنا فين؟ قالوا له احنا في منطقه الدور، فقال لهم خدوني على بيت عائله نامق، وفعلا خدوه على بيت ابو علاء وقيس نامق، طلب حمايته، فالراجل رحب بالرئيس صدام حسين وقال له ابشر ما تشيلش هم احنا كلنا في داك، وطلب من ولاده علاء وقيس انهم يخبوه في المزرعه بتاعته. المزرعه كانت موجوده على نهر دجله، لكن المفارقه فين هنا؟ ان هي دي نفس المزرعه اللي استخبى فيها صدام حسين زمان لما كان لسه شاب صغير، بعد ما نفذ محاوله اغتيال الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم، والمحاوله فشلت واتضرب بالنار في رجله، فخد بعضه وهرب ناحيه نهر دجله، وهناك استخبى في نفس المزرعه اللي رجع استخبى فيها وهو رئيس بعد غزو العراق. حلو كده؟ حضرتك تقول لي حلو؟ اقول لك لا مش حلو، لان صدام حسين غلط نص غلطه المفروض ما كانش يغلطها، او هو ده نصيبه وقدره، الله اعلم. طيب هي ايه النص غلطه وليه مش غلطه كامله؟ هقول لك. المفروض وفقا لاجراءات التامين الرئيس صدام حسين كان يبعد عنه حرسه الرئاسي، وده ليه؟ لان عناصر الحرس الرئاسي كانوا معروفين للمخابرات الامريكيه، ظاهرين في كل الصور اللي كان بيتصورها الرئيس صدام حسين قبل غزو العراق، وبالتالي بمجرد ما الجيش الامريكي دخل العراق اول حاجه عملها انه بدا يدور على عناصر الحرس الرئاسي علشان هم اللي يدلوه على مكان صدام حسين، بما انهم اقرب الناس ليه فاكيد هم اللي عارفين مكانه، وبالتالي شويه تعذيب او حتى شويه اغراء بالمال والسفر لامريكا ممكن يستجيبوا ويرشدوهم على مكان صدام حسين. وهنا المفروض صدام حسين كان يبعد عنه الحرس الرئاسي، يستخبى في مكان هم نفسهم ما يعرفوش عنه حاجه. خلاص انت وصلت لاهلك وعشيرتك ووفروا لك مكان تستخبى فيه، بتتواصل ليه مع الناس اللي المخابرات الامريكيه عارفاهم وبتدور عليهم؟ وهنا بقى تيجي النص غلط. الرئيس صدام حسين فعلا امر رجالته من الحرس الرئاسي انهم ما يرجعوش المزرعه اللي هو مستخبي فيها الا اذا هو بنفسه طلبهم، وهنا صدام حسين كان بيحاول يامن نفسه من تتبع المخابرات الامريكيه للحرس الرئاسي، وده تصرف كويس تمام، انت كده ماشي صح، لكن ناقص حته صغيره وهي انك تستخبى في مكان الحرس الرئاسي نفسه ما يعرفوش. وهنا حضرتك بتدرك ان صدام حسين ما كانش مدي اخوانه رجالته، كان بيثق فيهم ثقه عمياء
هو شك ان المخابرات الامريكيه ممكن تمشي وراهم وتعرف مكانه من تتبع خط سيرهم، لكنه ما شكش ابدا ان هم اللي بلغوا الامريكان على مكانه. ودي كانت النص غلطه اللي غلطها صدام حسين، وكانت كفيله انها توقعه وتوصله لحبل المشنقه. وهنا يجي السؤال المهم، مين من رجالته بالظبط اللي خانه، وخانه ليه اصلا؟ قبل ما اقول لك مين اللي خانه، لازم تعرف مبدئيا كده ان صدام حسين ما كانش بيثق في حد غير في اهله، لذلك الحرس الشخصي لصدام حسين كله كان من اهله وعشيرته اللي هي قبيله بو ناصر. من بين حرسه الرئاسي، وده كان قريب منه جدا، وصدام حسين كان بيحبه جدا وبيثق فيه جدا، لدرجه انه كان معروف بين الجيش العراقي باسم الحارس المدلل من شده حبه وثقه صدام حسين فيه، كان اسمه العقيد محمد ابراهيم المصلط، وكان معاه حارس شخصي تاني اسمه سلوان ابراهيم المصلط، هما الاثنين اخوات. طبعا كان ليه حراس شخصيين تانيين غيرهم، لكن انا عايزك تركز مع الاثنين دول تحديدا. زي ما قلنا، صدام حسين صحيح قال لهم محدش فيكم يجي لي المزرعه مره تانية، لكن في نفس الوقت ما غيرش مكانه، فضل موجود في نفس المزرعه. مع الاثنين دول كان بيخدم صدام حسين وبيحرسه علاء نامق وقيس نامق اللي هم اصحاب المزرعه، واللي هم الاثنين برضو اخوات. يبقى كده مين اللي حوالين الرئيس وعارفين مكانه؟ هم الاربعه، محمد المصلط وسلوان المصلط وعلاء نامق وقيس نامق. علاء وقيس فلاحين، ومحمد المصلط وسلوان المصلط ضباط في الحرس الجمهوري. محمد المصلط وسلوان المصلط صحيح كانوا يعرفوا ان الرئيس مستخبي في المزرعه، لكن ما كانوش يعرفوا حاجه عن موضوع المخبأ اللي تحت الارض. وده ليه؟ لان اللي حفر المخبأ هو علاء نامق بنفسه، بناء على اوامر من الرئيس صدام حسين بعد ما طلب من الحرس الرئاسي انهم يبعدوا عن المزرعه ومحدش فيهم يزوره مره تانية. طيب ايه حكايه المخبأ ده؟ هقول لك. خلال حرب العراق وايران، الجيش العراقي امر المواطنين العراقيين ان كل واحد يبني تحت بيته غرفه زي ملجأ كده لتامين حياته وحياه اسرته في حال وصول القصف الايراني للاراضي العراقيه، وكانت الحكومه العراقيه بنفسها هي اللي بتدفع للمواطن العراقي علشان يحفر ويجهز الملجأ ده. الملجأ كان عباره عن غرفه اسمنتيه تحت الارض فيها لمبه نيون وشفاط لسحب الهواء وانبوب لتجديد الهواء، وكل مواطن بيبني الملجأ بالمساحه اللي تكفي اسرته. يعني لو الاسره 5 افراد فالملجأ بيكون كبير، لو الاسره 3 افراد فالملجأ بيكون اصغر شويه. وبناء عليه فملجأ الرئيس صدام حسين كان صغير، لانه كان معمول لفرد واحد بس الا وهو الرئيس صدام حسين. طيب هل كان مستخبي في الملجأ طول ال 238 يوم اللي استخبهم في المزرعه؟ الاجابه طبعا لا، ده كلام روجته المخابرات الامريكيه علشان تقلل من شأنه وتصوره للشعوب العربيه في صوره الفار اللي مستخبي تحت الارض، انما حياته بالكامل كانت فوق الارض جوه المزرعه، والملجأ كان بينزل فيه وقت تنفيذ المداهمات الامريكيه. يعني بمجرد ما الجيش الامريكي يقرب من المزرعه او حتى بلده الدور او منطقه تكريت بشكل عام، بسرعه الرئيس صدام حسين ياخد مسدسه وينزل تحت في الملجأ. وبالمناسبه مسدسه ده اللي اتاخد منه وقت القبض عليه، والقوات الخاصه الامريكيه ادته هديه للرئيس الامريكي جورج بوش، هو المسدس اللي حضرتك شايفه ده. طيب هل صدام حسين استخدم المسدس واشتبك مع القوات الامريكيه اللي قبضت عليه، ولا هو اللي سلمه لهم بنفسه بدون اي مقاومه؟ هقول لك دلوقتي. يوم 13 ديسمبر سنه 2003 الساعه 2 الفجر، اللي هو فجر يوم 13 كان يوم سبت، الساعه 2 الفجر قدرت القوات الخاصه الامريكيه بناء على معلومات وفرتها لهم المخابرات الامريكيه انها تقبض على العقيد محمد ابراهيم المصلط، اللي هو مين؟ الحارس الشخصي للرئيس صدام حسين اللي كلمتك عنه من شويه. طب قبضوا عليه ازاي؟ وفقا لمذكرات المحلل الاستخباراتي جون نيكسون، واللي نشرها في كتاب اسمه استجواب الرئيس، قال في مذكراته ان المخابرات الامريكيه انشات خليه استخباراتيه اسمها خليه الصهر، مخصوص علشان تتولى عمليه البحث والقبض على صدام حسين. الخليه الاستخباراتيه دي كانت مكونه من 15 محلل استخباراتي امريكي ما لهمش شغلانه الا استجواب كل الناس اللي بتقبض عليهم القوات الخاصه، وبعد تنفيذ عمليات الاستجواب يتقابلوا كل يوم الصبح في فيلا من فيلل عدي صدام حسين اللي اتبنت له مخصوص علشان يقضي فتره نقاهته بعد محاوله الاغتيال اللي تعرض له. وكانت الخليه الاستخباراتيه دي بتشتغل بطريقه واحده، الا وهي انها بتقبض على اي حد ليه علاقه ولو حتى سطحيه مع الحرس الرئاسي الخاص بصدام حسين. طيب لو علاقتهم سطحيه بيقبضوا عليهم ليه ويستجوبوهم ليه؟ ما هم اكيد ما يعرفوش حاجه. قال لك فعلا هم ما يعرفوش الحرس الرئاسي بشكل مباشر، لكن ممكن يعرفوا ناس على صله اعمق واكبر بالحرس الرئاسي، فيروحوا يقبضوا على الناس دي فيوصلهم لناس تانية اقرب للحرس الرئاسي، ويفضلوا كده لحد ما يوصلوا للحرس الرئاسي نفسه ومنه يقدروا يوصلوا لصدام حسين. وهنا انا عايزك تتخيل معايا عدد الناس اللي اتقبض عليها، وعدد الاسر والعائلات اللي بيوتهم تم اقتحامها وترويع اهلها، والقبض على رجالتها والاعتداء على نسائها علشان بس يوصلوا لعناصر الحرس الرئاسي. الموضوع كان مرعب. وفقا لشهادات الشهود وتسريبات سجن ابو غريب، الشعب العراقي اتعرض لابشع انواع الانتهاكات اللي ممكن تتخيلها في حياتك. المهم قدروا يوصلوا من خلال عمليات التعذيب والاستجوابات دي للعقيد محمد ابراهيم المصلط، الحارس الشخصي للرئيس صدام حسين. وقبل ما اقول لك اللي حصل معاه، خليني اقول لك ان اللي حكى الكلام ده شخصين. الشخص الاول هو المحلل الاستخباراتي جون نيكسون في كتابه استجواب الرئيس، وده ممكن نشكك في شهادته باعتباره انه ضابط مخابرات امريكي. لكن الشخص الثاني واللي اكد نفس الشهاده هو اللي لازم نقف عنده ونفكر في كلامه. مين هو الشخص ده؟ سلوان ابراهيم المصلط.
أخو العقيد محمد إبراهيم المصلط، واللي هو كمان كان حارس من حراس الرئيس صدام حسين وكان يعرف مكانه زيه زي أخوه العقيد محمد إبراهيم المصلط. الاتنين شهدوا بأن العقيد محمد إبراهيم المصلط اتقبض عليهم 13 ديسمبر الساعة 2 الفجر، بعدها بكم ساعة بس وتحديدا الساعة 8 بالليل كانت القوات الأمريكية بتقتحم المزرعة اللي مستخبي فيها صدام حسين. وهنا بقى خلينا نحكي اللي حصل واحدة واحدة علشان نرتب التفاصيل صح. دلوقتي ضباط الحرس الرئاسي صحيح كانوا يعرفوا مكان صدام حسين اللي هو المزرعة، لكن ما كانوش يعرفوا حاجة عن مكان المخبأ. زي ما قلنا من شوية، علاء نامق صاحب المزرعة هو اللي حفر المخبأ بناء على أوامر صدام حسين. فحتى لو محمد إبراهيم المصلط هو اللي بلغ عن صدام حسين، فسهل جدا إن صدام حسين يستخبى في المخبأ ومحدش يعرف يوصله. أقول لك دي ملاحظة مهمة فعلا، لكن في هنا معلومة ناقصاك، وهي إن الرئيس صدام حسين كان طلب زيارة العقيد محمد إبراهيم المصلط وأخوه سلوان المصلط علشان يسلمهم أوامر جديدة خاصة بإدارة المعارك ضد الجيش الأمريكي. في اليوم ده صدام حسين سابهم قاعدين بره في المزرعة ودخل الحمام. في اللحظة دي العقيد محمد المصلط سأل علاء نامق عن إجراءات تأمين الرئيس، انت ازاي بتأمنه وبتحميه؟ فعلاء نامق صاحب المزرعة استرسل معاه في الكلام باعتباره الحارس الشخصي للرئيس، والرئيس بيثق فيه وبيأتمنه، ده غير ان هما الاتنين قرايب يعني مستحيل يخونه. فقال له انه حفر له ملجأ زي ملاجئ الحرب الإيرانية تحت المزرعة، وشاور له على مكانه وقال له انه مغطي الملجأ بقطعة فلين، والفلين نفسه مثبت فيه شوية ورد ورادم عليه بالتراب علشان يبان انه جزء من ارض المزرعة زيها زي غيرها. وبالتالي في اليوم ده تحديدا العقيد محمد المصلط واخوه سلوان المصلط عارفوا مكان المخبأ الخاص بالرئيس صدام حسين. حضرتك تقول لي حلو؟ اقول لك للاسف مش حلو، لان العقيد محمد المصلط لما اتقبض عليه وكان وقتها مغير في شكله على امل ان المخابرات الامريكيه ما تعرفوش، كان حلق شنبه وشعره ولابس هدوم مدنيه، لكن برضه ضباط المخابرات الامريكيه عرفوه، وبمجرد ما قبضوا عليه قبضوا على عدد كبير جدا من اسرته وخصوصا النساء. وده ليه؟ علشان يستخدموه كنوع من الضغط عليه فيقوم يدلهم على مكان صدام حسين. الكلام ده زي ما قلنا كان الساعه 2 الفجر. بيحكي هنا محلل الاستخبارات الامريكي جون نيكسون وبيقول ان ضابط المخابرات الامريكيه اللي كان بيستجوبه معرفش ياخد منه اي معلومه توصله لصدام حسين، ودي كانت الليله الاخيره لضابط المخابرات الامريكيه ده في العراق، كان هيسافر الصبح على واشنطن. فكنوع يعني من المحاوله الاخيره بدا يساوم العقيد محمد المصلط وقال له لو دلتني على مكان صدام حسين انا مش بس هفرج عنك وعن اهلك، ده انا كمان هدي لك 25 مليون دولار. دي كانت قيمه المكافاه اللي عرضها الجيش الامريكي لاي حد يدل على مكان صدام حسين. وهنا تفصيله مهمه لازم نقف عندها، صحيح اللي دل الجيش الامريكي على صدام حسين مواطن عراقي، لكن غيره من العراقيين كانوا برضه يعرفوا مكان صدام حسين وما فكروش ولو لحظه انهم يخنوه او يسلموه مهما كان الثمن. دي تفصيله مهمه جدا لازم نقولها للتاريخ. المهم العقيد محمد المصلط ورغم الاغراء اللي اتعرض له الا انه برضه رفض يخون صدام حسين. فظابط المخابرات الامريكيه قال له خلاص انا خلال كام ساعه هركب طيارتي وارجع واشنطن، لو غيرت رايك وحبيت تتعاون معانا كل المطلوب منك انك تخبط بس على الباب، خبط على الباب وهم هيبلغوني انك عايز تتعاون معانا وكل مشاكلك انت واهلك هتنتهي. وفعلا ظابط المخابرات الامريكي سابه ومشي، لكن وهو في طريقه للمطار خلاص رايح يركب الطياره اتفاجئ باتصال على تليفونه الشخصي، ارجع السجين بتاعك بيخبط على الباب وعايز يكلمك. بسرعه جدا لف بعربيته ورجع للعقيد محمد المصلط. فين صدام حسين؟ قال له في مزرعه في منطقه الدوره بالقرب من تكريت. هنا صحيح الضابط الامريكي فرح لكنه برضه ما كانش واثق في المعلومه، ما يمكن تطلع كمين. فقال له انت هتيجي معانا بنفسك تدلنا على المزرعه. ووفقا لشهاده جون نيكسون المحرر الاستخبارات الامريكي وشهاده سلوان المصلط اخو محمد المصلط فعلا راح معاهم، لكن رفض ينزل من العربيه علشان ما تحصلش مواجهه بينه وبين صدام حسين. طيب ازاي اقتحموا المزرعه؟ في الوقت ده كان علاء نامق ووفقا لشهادته هو شخصيا كان قاعد بيتعشى مع الرئيس صدام حسين في غرفه من غرف المزرعه فوق الارض. خد بالك، لكن هم مجرد ما حسوا بالجيش الامريكي بيقرب من المزرعه الرئيس خد مسدسه ونزل على مخبأ. القوات الامريكيه اقتحمت المزرعه، قبضت على علاء نامق وجزء تاني من القوات اللي كان عددهم 600 ضابط وجندي امريكي، اقتحموا بيت اخوه قيس نامق، اقتحموا البيت بالكلاب والسلاح وقبضوا عليه وعلى اسرته كلها نساء واطفال، ما رحموش حد. فين صدام؟ فين صدام؟ لكن كانت اجابتهم كلها واحده واننا ما نعرفش عنه حاجه. كذلك علاء نامق اللي قبضوا عليه في المزرعه، فين صدام؟ ما عرفش عنه حاجه. فتشوا المزرعه حته حته لكن ما فيش اي اثر لصدام. فطلعوا جابوا مين؟ العقيد محمد المصلط اللي قاعد بره في العربيه. انت كذاب، انت كذبت علينا، احنا هنعمل ونسوي فيك. قال لهم صدام حسين جوه لكنه مستخبي في ملجأ تحت الارض. نزلوه من العربيه وقالوا له تعالى ورينا مكانه. مين هنا اللي كان بيترجم لضابط المخابرات الامريكي؟ المترجم العراقي سمير الجاسم. نزل معاهم العقيد محمد المصلط وبمجرد ما دخل المزرعه شاور لهم على قطعه الفلين اللي متثبته في الارض وقال لهم صدام حسين مستخبي تحتها. رفعوا قطعه الفلين فلقوا فتحه الملجأ زي ما حضرتك شايف كده، بداوا يضربوا نار على الحفره. فصدام حسين وفقا لكلامهم بدا ينادي عليهم ويقول لهم محدش يضرب نار، انا صدام حسين، انا الرئيس صدام حسين، اطلع
من الحفرة اطلع من الحفرة. فطلع ايده الاول وبعدها راسه بدأت تظهر، كشفات الاسلحة كلها متثبتة عليه. المترجم العراقي ما صدقش نفسه، قعد يصرخ اتسهم. وبمجرد ما طلعه من فتحة الملجأ نزل فيه ضرب بايديه ورجليه كأن بينهم طار. وفعلا المترجم ده كان هرب من العراق بسبب مشاكل امنية وسياسية، طلع على السعودية ومنها على امريكا، وهناك انضم للجيش الامريكي. جندي امريكي تاني من اللي واقفين بمجرد ما لمح مسدس صدام حسين قام ضربه بكعب البندقية على دماغه علشان يفقد تركيزه وما يستخدمش المسدس. جندي امريكي تالت ضحك وقال لصدام حسين جورج بوش بيسلم عليك. جندي رابع اعتدى عليه بالضرب وقال له دي هدية من الشعب الامريكي بمناسبة هجمات 11 سبتمبر. صدام حسين نفسه اشتكى للمحلل الاستخبارات الامريكي جون نيكسون وقال له انتوا اعتديتوا عليا ومحدش عاملني باعتبار رئيس دولة، لكن طبعا المحلل الاستخباراتي ما عملوش حاجة. جون نيكسون نفسه بيحكي في مذكراته بيقول ان ليلة القبض على صدام حسين حصلت خناقة بين القوات الخاصة وبين جهاز المخابرات الامريكية، وده لان كل جهاز فيهم بدأ ينسب الفضل لنفسه بعد القبض على صدام حسين، لدرجة ان الخناقة بينهم وصلت لصدام حسين وقعد يضحك عليهم. اللي حصل بالظبط ان المخابرات الامريكية طلبت من المحلل جون نيكسون يتأكد ان اللي اتقبض عليه ده هو صدام حسين، مش واحد من اشباه الرئيس اللي كان الكلام بدأ يكتر عنهم في العراق. فخد المترجم التابع للمخابرات وخد معاه مجموعة من ضباط القوات الخاصة اللي قبضوا عليه واللي كان معاهم برضه مترجم خاص بيهم، يعني كده الأوضة فيها مترجم تابع للمخابرات ومترجم تاني تابع للقوات الخاصة. المهم المحلل الاستخباراتي جون نيكسون كان معتمد على 3 علامات في جسم صدام حسين، لو موجودين يبقى هو، لو مش موجودين يبقى اللي موجود قدامهم ده مجرد شبيه. أول علامة هي الرصاصة اللي اتصاب بيها في رجله وقت تنفيذ المحاولة اغتيال الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم، والعلامة التانية هي وشم قبيلة بوناصر. من عادات قبيلة بوناصر اللي بينتمي لها صدام حسين إنها بترسم وشمين على جسم كل أبنائها، وشم على ظهر الكف اليمين والوشم التاني تحت الساعد على دراعه من هنا. اما العلامه الثالثه فهي شفايف صدام حسين السفليه، بسبب شربه المتكرر للسيجار كانت شفته اللي تحت متدليه بشكل واضح. فلو الثلاث علامات دول موجودين فيه يبقى الراجل اللي قبضوا عليه ده هو صدام حسين، وفعلا لقى الثلاث علامات. طيب الخناقه حصلت امتى؟ الخناقه حصلت بين المترجمين لما بداوا يعدلوا على بعض، ده يقول لزميله انت بتترجم غلط وده يقول لزميله انت اللي بتترجم غلط، لدرجه ان الموضوع اتطور بينهم وبين الضباط الامريكان وكان هيوصل لمرحله الاشتباك. فجون نيكسون التفت لصدام حسين لقى بيضحك عليهم كلهم. بعدها اتنقل صدام حسين المحاكمات الهزلية اللي كلنا شفناها واللي جابوا فيها قضاة كانوا اصلا على خلاف سياسي مع صدام حسين، وخلافاتهم دي ظهرت في المحكمة لما كانوا بيحاولوا يمنعوه من الكلام او يتعمدوا اهانته. بعدها فوجئت الشعوب العربية باعدام صدام حسين يوم عيد الاضحى كانه اضحية من اضاحي العيد، ده غير المفاجأة الاكبر اللي تمثلت في اعدامه على ايد ضباط ايرانيين تعمدوا انهم يكلموه هم بيلفوا حبل المشنعة حوالين رقبته علشان يعرفوه انهم ايرانيين. وهنا كان السؤال المهم اللي لم الشمع على المغربي، ازاي امريكا سمحت لضباط ايرانيين يدخلوا غرفة اعدام صدام حسين وهم اللي يخلصوا عليه؟ هي ايران مش المفروض عدوة امريكا؟ ايه حالة الانسجام اللي كانت بينهم في الوقت ده لدرجة انها تسمح لضباط ايرانيين ينفذوا حكم الاعدام في صدام حسين بنفسهم قدام شاشات التلفزيون؟ تنفيذ حكم الاعدام في رئيس دولة بيتزع على الهواء، وكأن امريكا بتطلع لسانها لكل الشعوب العربية وتقول لهم انا عملت اللي انا عايزاه، انا محدش يقدر عليا. لكن ورغم اللي امريكا عملته الا انك لما تراجع اللي حصل من اول يوم في الغزو لحد لحظه القبض على صدام حسين هتلاقي ان كل حاجه تمت بالخيانه، صدام حسين نفسه ما اتقبضش عليه الا بالخيانه. وهنا السؤال لحضرتك، هل اللي حصل لصدام حسين كان نتيجه مباشره لافعاله على مدار سنين حكمه، ولا ما كانش يستحق الخيانه اللي تعرض لها من اقرب الناس ليه؟ Secrets.